يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعتبر مانع الزكاة مرتدا وهل يجوز قتله؟ إذا منعها جحدا لوجوبها فهو مرتد، وإن منعها بخلا فإن مع أنه يؤمن بها فإنها تؤخذ منه قهرا، خذها ولي الأمر منه قهرا، ولو أدى هذا إلى قتاله فإنه يقاتل كما فعل الصديق رضي الله عنه مع مانع الزكاة. نعم.